لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. طالما جبت سيرة كابتن حازم امام واحد من اساطير كرة القدم في مصر واسطورة اخلاق قبل ان يكون اسطورة كرة قدم. امبارح خدت وديت وياه حول نادي الزمالك. واحد، فوجئت ان كابتن حازم امام لديه اصرار غريب ورهيب على عدم الترشح في الانتخابات التي ستجرى في شهر يوليو القادم، شهر 7. ليه يا كابتن حازم؟ قال لي الاجواء مش صحيه، الشتيمه بقت اكتر من الافكار والمقترحات، قله الادب بقت بتيجي من اي حد، ايه اللي يحطني في نادي الزمالك واقعد اتشتم بس؟ انت بترشح نائب مع اي حد، فيعني خليك متواجد، ليك دور. قال لي دور الدعم من بره، الدوري الدعم من بره، لكن امسك منصب في نادي الزمالك عشان اتشتم، عشان احاول اجيب فلوس في ظل هذه الاجواء الصعبه، والاقي نفسي بتشتم وبيتم التجريح فيا وبيتم الافتراء عليا بالاتهامات وكده. قلت له طب يعني؟ قال لي خلاص الدنيا لسه ما نطفتش، لما الاجواء تنضف وترجع اجواء رياضيه نتكلم، لكني لن اترشح. قال وباشفق على الناس اللي موجوده وباشفق على اللي جايين، لانهم هياخدوا النادي متجرف ماليا، هياخدوا النادي وفي ناس قاعده بره بتحاربه. فقال لي المساله ما بقتش حب النادي الزمالك، الناس داخله يعني ايه تتخانق جوه نادي الزمالك، وده امر صعب جدا جدا جدا. فمأكد على ان هو رافض تماما، كابتن حازم امام ده انفراده، رافض للترشح. طب يا كابتن الناس مين اللي هتنزل ومين اللي هتعمل؟ قال لي كله بيرفض. بعدين سالني قال لي هو هاني العتال مش نازل على النائب؟ قلت له هاني العتال مش نازل اصلا، ما زال بيدرس الموضوع برضه. هاني العتال تكلمه دلوقتي يقول لك ايه؟ انا مش بتاع نوادي، انا بحب نادي الزمالك وعاوز اخدمه، لكن اكبر خدمه عملتها لنادي الزمالك هي تطهيره من هذا الرجل، لكن انا عاوز نادي الزمالك كويس وما يفرقش معايا يبقى موجود ولا مش موجود، انا خدت حقي وربنا نصرني. لكن فكره الترشح مش متلهف على الترشح، والكرسي مش امل او حلم بالنسبه لي، وما قررتش انزل ولا ما انزلش، لكن اي حد هيجي هقف وراه وهدعمه. فده حازم امام وده هاني العتال، الاثنين خلي بالكم الاثنين كانوا في مجلس سابق قبل كده 2009، كانوا شغالين ومنسجمين مش عايزين ينزلوا. في ناس بقى بتتكالب على النزول مش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. فاحنا عاوزين ناس محترمه زي تمسك النادي وتجيب حلول خارج الصندوق لانقاذ نادي الزمالك من عثرات الماليه. فحازم امام انفراده هو لانكل ابو المعاطي زكي لن يترشح في انتخابات الزمالك المقبله، نظرا لحاله يعني ايه انتشار قله الادب وانعدام الاخلاق في الفتره الحاليه، وان كل اللي بيخش بيتشتم، مفيش حد بيتمدح ابدا ابدا ابدا. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اقول لك على ازمه الشباب، ازمه الشباب دي اصابت